بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي بتتكلم على basics of what is determinant of اللي بيتحكم في الهيموداينامكس والتيشو اوكسجينيشن، وهنبدأ ب simple definition يعني ايه هيموداينامكس. لما نقول كلمة هيموداينامكس، what's meant by hemodynamics؟ هيموداينامكس هو ال study of the blood flow inside the body، أو بمعنى أصح how the blood distributes from the heart to the organ. دي كلمة hemodynamics. يبقى ال hemodynamics بتعرف هو إزاي الدم بيتحرك من ال heart يروح لل organs. وزي ما احنا عارفين دايما ان القصه بتبتدي ان يبقى في فينوس ريتيرن، والفينوس ريتيرن ده بيروح للرايت فينتريك اتريوم، والرايت اتريوم يبمب بلاد تو ذا رايت فينتريكل تو ذا بالمونري سيركيليشن، وبعد ما يروح البالمونري سيركيليشن يروح للليفت اتريوم ذن تو ذا ليفت فينتريكل ذن ثرو ذا بريست اوف ذا بودي. فده طبعا ان بريف اللي بيحصل على مستوى السيركيليشن. والاماونت اوف ذا بلاد bumped by the heart each beat ده بيسموه الـ stroke volume، وده تقريبا في البني آدم الطبيعي حوالي من 60 ل 80 ملي كل بيت. يبقى الـ stroke volume اللي هو إيه؟ هو الـ amount of the blood bumped by the heart each beat. ولو ضربنا الـ stroke volume في الـ heart beat يقول لي ده what's called الـ cardiac output. الـ cardiac output هو الـ amount of the blood bumped by the heart each minute، ده تقريبا في حدود 5 liters. ودايما الكاردياك اوتبوت اللي هو الستروك فوليوم مالتبلاي باي هارت ريت زي ما احنا كلنا عارفين هو ريجوليتد او كنترولد ب 3 امبورتنت فاكتور. اول حاجه البريلود هي الاماونت اوف ذا بلاد ذات ريتش ذا رايت سايد اوف ذا هارت، كونتراكتيليتي وذ ذا بيور فانكشن اوف ذا هارت، and the afterload which is represented by the left side by systemic vascular resistance or right side by pulmonary vascular resistance. But that determinant is of the cardiac output بتاعك. طيب what are the determinant بقى of the tissue oxygenation؟ ازاي ال tissue او ال blood بيروح من او ال heart يقدر يروح بقية ال tissue؟ علشان نفهم القصة دي لازم نفهم الجزء بتاع لو عندنا حريقة واحنا عايزين نطفي الحريقة دي. What do need to stop this fire? The same exact like what's called ازاي الهارت بيقدر يميت الميتابوليك ديماند، او الجسم مش الهارت بس يقدر يميت الميتابوليك ديماند of the body. عشان الراجل ده يطفي الحريقة دي هو محتاج حاجتين، محتاج اول حاجة water pump، دي اول حاجة عايزها. والووتر بامب دي بتمشي في خراطيم توصل للنوزل، دي النوزل دي از فيري امبورتنت عشان دي بتتحكم في السبيد اوف ذا ووتر. انا عايز اخلي الميه دي توصل لبعد قد ايه، فالنوزل دي بتتحكم في السبيد او قد ايه الميه دي عايز اوصل لها المسافه بعيده او قريبه. يبقى دي التو امبورتنت ديترمنت عشان اطفي الحريقه. طب ده ايه علاقته بالظبط بالتيش اوكسجينيشن؟ هنفهم دلوقتي حاجه. يبقى we need to the same things to meet the metabolic demand of the body and avoid tissue hypoperfusion. ازاي؟ ال metabolic demand او tissue oxygenation هو balance between ال oxygen delivery and oxygen consumption. ال delivery in general هو بيتحكم في حاجتين، حاجة اسمها الماكرو مايكرو سيركيولاتري اوكسجين ديليفري اللي هو الدي او 2 اللي هو بيمثل هنا بالبامب بتاعتي، والحاجة التانية اللي بتحكم فيها اسمها البرفيوجن بريشر. يبقى عشان نفهم التيش اوكسجينيشن ازاي اميت الديماند بتاعتي، او لما يحصل ديفكت في التيش اوكسجينيشن اند وات اي هاف تو لوك فور اوقات عشان اصلحه، لازم اصلح حاجتين كبار جدا، حاجة اسمها ماكرو سيركيولاتري اوكسجين ديليفري، حاجة اسمها perfusion pressure بتاعي. طيب السؤال الثالث what is the oxygen delivery؟ الأكسجين delivery دايما بنشبهه بالظبط زي العربية اللعبة القديمة جدا بتاعت القطار بتاعت اللي هو بيطلع من المحطة يحمل شوية فحم ويوصل وبعدين يرجع تاني المحطة. دي لو بصينا للعبة هي the same things that the منظر بتاع الاكسجين ديليفري. القصه بتبتدي منين؟
القصة بتبتدي بسيمبلي إن القطر بيطلع من المحطة. القطر ده محمل فيه عربية، العربية دي بتجر شوية عربيات صغيرة، العربيات الصغيرة دي بتحمل، بتبتدي إن هي تحمل شوية مولكيول صغيرة، دي العربيات الصغيرة. وبعد كده القطر يبتدي يتحرك. لما القطر يبتدي يتحرك يوصل لجزء من المحطة نفسها اللي هو هيستل عليها. طبعا في الطريق هيوصل للمحطة دي، المحطة دي هيبتدي ينزل شوية جزء من الحمولة بتاعته. لما يوصل جزء من الحمولة بتاعته بيرجع جزء من القطر ده الناحية التانية، يرجع تاني للمحطة تاني، بس بيرجع بكمية أقل من الكمية أو الحمولة أقل أو متغيرة شوية، زي ما هنشوف الزلط هنا لونه أسود شوية عن اللي كان خارج بيه اللي هو كان لونه أبيض. هو ده بالظبط what's called the oxygen delivery أو الرحلة الهيموجلوبين لما بتوصل من الهارت للتيشو. طيب يبقى الأوكسجين ديليفري ذا سيم أز ذا ترين جورني إزاي؟ أول حاجة إحنا عندنا العربيات اللي هي موجودة دي، ده الهيموجلوبين، والجزء الزلط ده أو الفحم ده ده الأكسجين مولكيول بتاعنا. العربية اللي قدام اللي بتاخد القطر أو تاخد العربيات دي من بره اسمها الكاردياك أوتبوت أو القاطرة اللي بتجر فالأكسجين مولكيول المتحمل على الهيموجلوبين ده الأرتيريال أكسجين كونتنت. الارتيريال اوكسجين كونتنت المعادله بتاعته it is very simple. الارتيريال اوكسجين كونتنت بتقول ان انا عندي الهيموجلوبين اللي هو العربيات دي multiplied by saturation multiplied by 1.34، ده حوالي 20 مليلتر بير دي سي لتر. فلو كان الهيموجلوبين بتاعي 15 جرام بير دي سي لتر والساتوريشن بتاعه 100% بيديني الرقم ده بتاعي. فده الارتيريال اوكسجين كونتنت بتاعتي. فالارتيريال اوكسجين كونتنت بتاعتي لو ضربناها في الاماونت اوف ذا بلاد بامبد ايتش مينيت اللي هو الكاردياك اوتبوت اللي هي العربيه بقى اللي هتشيل الكلام ده كله اللي هو ال 5 لترز، لما نضربهم في بعض ده بيعمل لي واتس كولد اوكسجين ديليفري. يبقى الاوكسجين ديليفري ما هو الا ان هي اماونت اوف ذا اوكسجين ديليفرد تو ذا تيشو مالتبلايد باي ذا ارتيريال اوكسجين كونتنت، وده تقريبا 1000 مليلتر بير مينيت، يعني كل دقيقه التيشو بيوصل لها 1 مليلتر اوف اوكسجين. طيب الكونسامشن بقى، العربيه دي لما وصلت للتيشو او الهيموجلوبين لما وصلت للتيشو جزء من الهيموجلوبين ده بقى كونسيوم اللي هو تقريبا 250 مليلتر بير مينيت. يبقى الدليفري 1000 والكونسامشن 250 مليلتر بير مينيت. لما العربيات ترجع تاني، العربيات بترجع بجزء من الحموله، بس الجزء ده بيبقى فيه جزء من الهيموجلوبين بيبقى دي ساتوريتد، يبقى الاماونت اوف ذا اوكسجين ان ذا فينس بلاد ريتيرنينج تو ذا هارت ده بيسموها الساتوريشن بتاعها اسمه ميكسد فينس اوكسجين ساتوريشن. يبقى انا وديت 1000 مللتر الكونسيوم 250 مللتر رجعته 750 مليلتر، الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين في الجزء اللي راجع للرايت سايد ظهر 75%. طيب لما نيجي نبص على المنظر ده اللي هو انا عايز اشبه الترين جيرني ب حركه البلد جوه الهارت، انا عندي اول حاجه عندي الاماونت اوف ذا اوكسجين باوند تو ذا هيموجلوبين، ده هنا الاوكسجين الباوند تو ذا هيموجلوبين هو اللي بيعمل لي ارتيريال ساتوريشن. يبقى الارتيريال ساتوريشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن كميه الهيموجلوبين اللي هي باوند تو ذا كميه الاكسجين اللي هي باوند تو ذا هيموجلوبين. كل جرام من الهيموجلوبين ده يقدر يكاري 1.34 مللتر اوف اكسجين. فلو عشان كده الارتيريال اكسجين كونتنت المعادله بتاعتها الساتوريشن في الهيموجلوبين في 1.34. طبعا احنا بنديسكارد شويه الجزء الفيزيكال اللي دايب في البلازما لان هو المينيمال اماونت عشان تو سمبليفاي ثينج، لكن هو الصح طبعا بنجمع عليه الجزء في اوكسجين ديزولفد ان ذا بلازما، لكن للتسهيل بنقول المين ارتيريال اوكسجين كونتنت جاي من الهيموجلوبين اللي هي باوند تو ذا الاكسجين الباوند تو ذا هيموجلوبين او الكيميكال فورم بتاع الهيموجلوبين. طيب يبقى الاكسجين ديليفري معادلته ان جنرال هو عباره عن الكاردياك اوتبوت مالتبلايد باي ارتيريال اوكسجين كونتنت اللي هو تقريبا 1000 مللتر بير مينت. ف
لو انا الفينس اوكسجين ساتوريشن او الميكسد فينس اوكسجين ساتوريشن هو الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين اللي هو راجع للرايت سايد اوف ذا هارت اللي هو تقريبا بيبقى حوالي 75%. ولازم نفرق بين حاجه اسمها ميكسد فينس اوكسجين ساتوريشن وحاجه اسمها سنترال فينس اوكسجين ساتوريشن، عشان احنا التو تيرمز دايما بنستخدمهم interchangeably which is not very accurate. الميكسد فينس اوكسجين ساتوريشن هو الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين from the upper and the lower part of the body اللي هو لازم يتقاس عن طريق البلمونري ارتي كاثر او عن طريق البلمونري سيركليشن او بلمونري ارتي. لكن السنترال فينس اوكسجين ساتوريشن which is more or less قريب طبعا من الميكسد فينس لكن مش ذا سيم نمبر، ده بيتقاس من السنترال فينس كاثر. واحنا علشان احنا ما بقاش نحط قوي سنتر بالموناري ارتي كاثر دلوقتي، فدايما بنستخدم السنترال فينس اوكسجين ساتوريشن اللي هو بيسموها اس سي في او 2 مش اس في او 2 على طول از يعني بارامتر او سيرجيت او بديل للميكسد فينس اوكسجين ساتوريشن. طيب لو بصينا هنا على حاجه الكومبوننت بتاعت الاكسجين ديليفري، انا عندي الكومبوننت بتاع الاكسجين ديليفري بيقول لي ان انا عندي ساتوريشن وعندي هيموجلوبين وعندي كاردياك اوتبوت، وانا عندي هنا اكسجين كونسومشن اللي هو المفروض يبقى ثابت عند 250 مللي بير مينت، وعندي فينس اوكسجين ساتوريشن او ميكس فينس اوكسجين ساتوريشن اللي هو عباره عن 75%. طيب هنفترض مثلا اول كومبوننت من الارتيريال اوكسجين كونتنت اللي هو الساتوريشن كان 100% نزل ل 80%. لما ينزل ل 80% ايه اللي هيحصل؟ ايه هيحصل؟ ان الاوكسجين ديليفري هيقل، هيبقى بدل ما كان 1000 بقى 800، لكن الكونسومشن بيفضل ثابت عند 250 مللي بير مينيت، في حين ان الساتوريشن هينزل ل 50%. يبقى الاوكسجين ديليفري بدايه ان هو نزوله ما بتأثرش على الأكسجين كونسومشن، هو بيفضل ثابت، لكن بتأثر على الميكس فينس أكسجين ساتوريشن لأنه هو هيقل بالطبيعة. لكن لو الساتوريشن ده احنا نفترض إن هو قل عن كده شوية بقى 50%، لما يقل عن 50% بقى الأكسجين ديليفري قل قوي بقى 500 مللي بير مينت، فده أثر على الكونسومشن بقى بدل ما 250 بقى 150، وطبعا الساتوريشن قل أكتر بقى 35%. طيب نخلي حاجة تانية بدل الساتوريشن، نخلي مثلا حاجة زي الهيموجلوبين، يعني هنثبت الساتوريشن عند 100% وهننزل بالهيموجلوبين 15 ل 10، نفس الكلام الدليفري هيقل شوية بس مش هيأثر على الكونسومشن لكن هيأثر على الميكس فينس اوكسجين ساتوريشن. لكن لو الهيموجلوبين قل أكتر من كده، قل أكتر من كده إيه؟ يعني بقى من 10 15 نزل ل 8، هنا الدليفري قل قوي بقى 500 والكونسومشن بدا يتاثر بقى 150 والساتوريشن نزل قوي عند 35%. ذا سيم ثينج في الكاردياك اوتبوت، الكاردياك اوتبوت لو قل حاجه بسيطه نزل من 5 ل 4 نفس الكلام مش هيتاثر الكونسومشن، لكن لو نزل ل 2 مثلا فور اكزامبل هيبتدي الاكسجين كونسومشن يقل قوي قوي والساتوريشن يقل قوي قوي. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ايه علاقه الاكسجين دليفري بالاكسجين كونسومشن؟ العلاقه بتبدأ بالكيرف ده اللي هو ايه؟ الاكسجين كونسومشن ده على الواي اكسس والاكسجين ديليفري على الاكس اكسس. الاكسجين ديليفري لو بدا يقل حبه 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 زي ما احنا بنشوف الكونسومشن مش بيتاثر خالص، بيفضل ثابت اهو، الكونسومشن مش بيتاثر بالرغم ان الديليفري لو احنا بصينا كده هنا كده الديليفري بيقل لغايه ما يوصل لبوينت معينه. البوينت دي بيسموها ايه يا جماعه؟ كريتيكال اوكسجين ديليفري. يبقى عند الكريتيكال اوكسجين ديليفري يبتدي الكونسومشن يقل او بيبقى بيعتمد على الدليفري جامد جدا، كل ما الدليفري هيقل كل ما الكونسومشن هيقل. ده بيسموها ايه؟ كريتيكال. واي كريتيكال؟ لان هو دلوقتي الاكسجين كونسومشن بقى يعتمد على الاكسجين ديليفري، كل ما هيقل كل ما ده هيقل. طبعا لما الاكسجين كونسومشن يقل معناها ان يحصل تشي هايبو برفيوجن. لكن لما بصينا المثل بتاعنا كده ان احنا لما كنا بنقلل الهيموجلوبين من 15 ل 10 الساتوريشن بيقل بس الكونسومشن مش بيقل، او الساتوريشن او الكاردياك اوتبوت لما يقل من حاجه بسيطه السنترال فينس ساتوريشن هيقل بس لسه الكونسومشن ما قلش.
العلاقه دي تبقى تمثل في الكيرف ده. بصي على الكيرف ده، الكيرف ده معناه ايه؟ معناها ان الميكس الفينوس اوكسجين ساتوريشن بيتاثر فيري ايرلي بالرغم ان الكونسامشن ستيل ثابت. ده معناها ايه؟ معناها ان الساتوريشن الميكس فينوس ساتوريشن تشينج ايرلي بيفور ديكريز الاوكسجين كونسامشن. ده معلومه ليها شويه كلينيكال امبليكيشن، ان مش كل عيان عنده لو ميكس فينوس اوكسجين ساتوريشن معناها ان هو محتاج انترفينشن، او معناها ان هو عنده بروبلم دلوقتي ان انا محتاج اتدخل عشان اقل احسن الاوكسجين كونسامشن. يعني الارقام لوحدها، لو انا فور اكزامبل بسحب عينه من السنترال فينوس كاثتر لقيتها 50% او 60%، وانا بقول لا ده المفروض يبقى 70% او 80%، ده مش صحيح، لان لازم نبص على العيان از هول. هل السنترال فينوس ساتوريشن اللي سحبتها دي هل هي فعلا كورليتد مع ان العيان عنده تيشو هايبو برفيوجن ولا لا؟ طب ليه بقول الكلام ده؟ لان الكلام ده واضح جدا في الكيرف ان السنترال فينوس ساتوريشن ساعات بيبقى قليل بالرغم ان الكونسامشن ثابت. ساعتها في الحاله دي مش هعمل انترفينشن. هديكوا اكزامبل، عيان مثلا عامل فور اكزامبل عنده رينال او عنده كرونيك هارت فيلير. عنده كرونيك هارت فيلير طبيعي ان الاكسجين ديليفري بتاعه قليل شويه، والميكس فينوس اوكسجين ساتوريشن هيبقى قليل شويه. بل هل هو دلوقتي لو انا دخل العيان اي سبب من الاسباب وسحبت له سنتر فينوس ساتوريشن لقيتها 50% فور اكزامبل، هل هو ده محتاج انترفينشن ايميديتلي؟ لا، لانه هو الفكره هل هو فعلا عنده تيشو هايبر برفيوجن او عنده كرايتيريا اوف ديكريز اوكسجين كونسامشن ولا لا. فالحته دي مهمه جدا نفهمها، ان احنا وي هاف تو يعني كورليت البارامتر مع العيان نفسه، مش جاست ان انا بسحب ارقام وبص عليها واعمل انترفينشن على اساسها. طيب اللي بعد ده كله ايه؟ لو احنا عملنا، لو هو مينيمال ديكريز او مودريت ديكريز في الاكسجين ديليفري مش هيحصل حاجه للبيشنت، لكن لارج ديكريز ان اوكسجين ديليفري هيقلل الاكسجين كونسامشن، وان ذيس بوينت في مشكله هتحصل عند العيان. طول ما الاكسجين ديليفري كويس هيحصل نورمال جلوكوز ميتابوليزم، فبيحصل نورمال اوكسجين كونسامشن، في نورمال انرجي برودكشن، فمفيش مشكله خالص. لكن وانس ان حصل ماركت ديكريز في الاكسجين ديليفري، ده بيقلل الميتابوليزم فبيقلل الكونسامبشن، فالانرجي بتقل، فيبتدي الجسم يبتدي اللاكتيت يظهر في الجسم. علشان كده اللاكتيت من ضمن الحاجات البارامتر اوف تيشو هايبرفيوجن. فماركت ديكريز اوكسجين ديليفري وانكريز اكسس انكريز اوف لاكتيت از ا بارامتر اوف ان هو عندي ماركت ديكريز اوف اوكسجين كونسامبشن بتاعي. طيب يبقى نورمال اوكسجين كونسامبشن معناها نورمال سيروم لاكتيت، واللو اوكسجين كونسامبشن سيمز ان العيان عنده هاي سيروم لاكتيت. في حاجات تانية بتعمل، احمد هيتكلم عن الموضوع ده ايه التفاصيل بعد كده، ان في حاجات مالهاش علاقه بالاوكسجين كونسامبشن والعيان برضو بقى عنده السيروم لاكتيت بتاعه عالي، بس انا بتكلم جلوبالي ازاي بيقدر انتربريت الاوكسجين كونسامبشن بالسيروم لاكتيت بتاعي. طيب يبقى اول حاجه من التيشو اوكسجينيشن، احنا قلنا ان الدليفري معتمد على في بالانس بتوين الدليفري، شايفين الدليفري كبير ازاي والكونسومشن حاجه بسيطه، والدليفري دي معتمد على حاجتين، الماكرو سيركيولاتري اوكسجين دليفري او الدي او 2 اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، اللي هو بيساوي الاكسجين كارديك اوتبوت في الارتيريال اوكسجين كونتنت، وتاني حاجه والمهمه جدا اللي هي نفتكرها بالنوزل اللي هي بتحدد سرعه الوصول للبلد للتيشو اللي هو يسموه البرفيوجن بريشر. يبقى يعني ايه perfusion pressure؟ ال perfusion pressure يا جماعه هو ال main determinant of the organ blood flow. يبقى انا محتاج ال perfusion على pressure عشان maintain constant organ flow. وال mean arterial pressure هو ال most important determinant of the perfusion pressure. طيب لو الاورجن دايما يا جماعه عند كل اند تيشو في زي محابس عندنا اللي هي بيتحكم في الكابيلري تون بتاعتي، فلو حصل ان فور اكزامبل البرفيوجن قال يبتدي او يزاد، يبتدي الريزيستنس دي تزيد تقل او تزيد علشان تمنتين كونستانت فلو باي تشينج ريزيستنس. فدايما نفتكر ان احنا عندنا دايما محابس كتير قوي عندنا عند كل اورجنز، وهي بيسموها الاوتو ريجيليشنز،
عشان نمنتين كونستانت فلو irrespective لكمية البلد اللي واصله للتشو في الحتة دي. طيب يبقى المين arterial pressure is equal to the perfusion pressure to the organ. يبقى نفتكر دايما ان المين pressure هو دايما البريشر اللي طالع من النوزل دي علشان يمنتين كونستانت فلو، وده دايما في حدود من 65 ل 70 مليمتر اوف مير. والبرفيوجن بريشر يا جماعه، في معلومه one of the most important information، البرفيوجن بريشر هو equal الانبوت بريشر اللي هو الارتيريال ماينس الاوتبوت بريشر اللي هو الفينوس. يبقى البرفيوجن بريشر هو المين ارتيريال بريشر ماينس الاوتبوت بريشر اللي هو الفينوس بريشر. الاوتبوت بريشر ده بيختلف باختلاف هو ايه البريشر الاورجان او الفين ده متعرض له. لو الاوتبوت بريشر بتاعي اكتر منه بيتحكم فيه السي في بي اللي هو الفينوس كونجشن، يبقى البرفيوجن بريشر بتاع الابدومينال اورجان هيبقى المين ارتيريال بريشر ماينس السي في بي. لكن اتخيل ان الانترا ابدومينال بريشر هو البريشر العالي قوي، فيبقى البرفيوجن بريشر يبقى المين ارتيريال بريشر ماينس الانترا ابدومينال بريشر. يبقى الاوتبوت بريشر بيختلف باختلاف هو ايه اكتر بريشر متعرض للاورجان. فنتخيل مثلا ان ما فيش انتر ابدومينال هايبرتنشن وما فيش اصلا السي في بي مش عالي، فدايما الرقم ده بيبقى نيجليجيبل، فدايما بنعتمد ان البرفيوجن بريشر هو مور اور ليس ايكوال للمين ارتيريال بلاد بريشر الموست اوف ذا اورجان. فور اكزامبل لو بصينا للعيان ده، العيان ده عنده المين بريشر 67 ملم اوف ميركوري والسي في بي از 19 مليمتر مركري. 19 مليمتر مركري از فيري هاي اند ذيس شود بي كونسيدرد وانا بمانج ذيس بيشنت. لما اجي اقول انا عايز اوصل البرفيوجن بريشر والعيان بتاعي عامل ازاي، فلازم اطرح الانبوت بريشر اللي هو 67 ماينس 19، فتقريبا الراجل ده واصل له برفيوجن بريشر 48 مليمتر اوف مركري. ده معناه ايه؟ معناه ان this patient has insufficient perfusion pressure to maintain at least renal blood flow. طب ايه الحل؟ الحل يا اما نزود المين arterial blood pressure يعني نكيب it اكتر من كده، يا اما نقلل السنترال venous pressure عن طريق الدايوريسيس او عن طريق ان احنا نعمل ultrafiltration. فالهاي سي في بي one of the most important determinants of acute kidney injury، بيتكلموا على ان السي في بي اكتر من 12 مليمتر اوف ميركري one of the most important factor ان تعمل acute kidney injury. ليه؟ علشان القصة دي ان perfusion pressure هو mean pressure minus central venous pressure. يبقى في الحالة دي ما اقدرش اقول ان perfusion pressure equal للmean arterial blood pressure. لا، perfusion pressure في the presence of the high CVP does not equal to the mean arterial pressure. العيان ده عيان بوليتروما وعنده abdominal injury وحاطين فيه باك، و it seems ان ال intra abdominal pressure very high. ساعتها ال perfusion pressure بتاعي هيساوي ال mean arterial pressure minus ال intra abdominal pressure. يبقى هنا نفس الكلام، البرفيوجن بريشر does not equal المين arterial pressure. طب انا بقيس الانتر ابدومينال بريشر ازاي؟ بقيسها از فيري سمبل، بحط القسطره البول جوه البلادر واحقن صلاين ووصل القسطره دي على مانوميتر ويقيس لي البريشر اللي جوه البلادر ده قد ايه، اللي هو بيبقى كورسبوندنج للانتر ابدومينال بريشر. طيب يبقى دايما البرفيوجن بريشر المسؤول عن الاورجان بيعتمد على ايه؟ الانبوت بريشر والاوتبوت بريشر. فور اكزامبل البرين هو مين ارتيريال بريشر ماينس السي في بي اور انتراكرانيال بريشر. طيب الهارت هو الديستوليك ارتيريال بريشر ماينس السي في بي. الكيدني مين ارتيريال بريشر ماينس السي في بي اور انترا ابدومينال بريشر. الانتستين المين arterial blood pressure minus السي في بي اور انترا ابدومينال بريشر. طب اور دي معناها ايه؟ يعني هاخد الرقم الاعلى،
يعني لو انا عندي شاكك في الانتر ابدومينال هايبرتنشن هقيس السي في بي وهقيس الانتر ابدومينال بريشر. ساعتها انا هاخد الرقم الاعلى، يبقى هنا العلامه دي يقول لك وات ايفر بريشر از هاير، عشان اجايد ايه الهيمودايناميك مانجمنت بتاعي. طيب هشام سؤال عايز اساله، ايه تاني بريشرز كود بي امبورتنت ان هيمودايناميك انتربريتيشن؟ فطبعا عارفين ان البلاد بريشر جنريتد لما البلاد ايجكتد في الارتيريال تري ديورينج ايجكشن فين، البلاد بيبقى بيبوش على الوول سيستم بتجنريت واتس كولد سيستوليك بلاد بريشر. يبقى سيستوليك بلاد بريشر هو جنريتد ديورينج ايجكشن اوف ذا بلاد، وده بيبريزنت البيك بريشر ديورينج سيستوليك. لما بيحصل ريكويل للارتري تاني، الريكويل ده بيجنريت ويف فبيعمل لي واتس كولد دايستوليك بريشر، واللي هو بيسموها البريشر ات ذا اند اوف ذا دايستول. يبقى انا عندي سيستوليك بريشر وعندي دايستوليك بريشر. الديفرنس بتوين السيستوليك اند دايستوليك is called بلس بريشر. يبقى البلس بريشر هو بريشر ديفرنس بتوين السيستول اند دايستول. طيب واتس ذا دايستوليك بريشر؟ The most important information اللي احنا عايزين نعرفها النهارده ان الدايستوليك بريشر representing the arterial tone. بمعنى لو عيان عنده normal diastolic pressure it means that this patient have a normal vascular tone. لكن لو العيان عنده low diastolic pressure، low بمعنى اقل من 50 مليمتر مركري، this patient is vasodilated. This is very very important during interpretation of hemodynamics. عيان جايني شوك ضغطه 90 70 مختلف تماما عن عيان جايني شوك ضغطه 90 40. 40 ده seems this patient is vasodilated من غير ما احط اي hemodynamic monitoring او حاجه تقول لي هو الكاردياك اوتبوت كام ولا السيستم فاسكولار ريزيستنس كام ولا الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه. المعلومه الثانيه ده بالنسبه للديستول بريشر. المعلومه الثانيه بالنسبه للبلس بريشر، نورمال بلس بريشر يعني بلس بريشر اكتر من 40 معناها ان عندي اديكوت ستروك فوليوم. ستروك فوليوم بتاع ذيس بيشنت از اديكوت. مش اديكوت معناها ان هو اديكوت تو ذا بيشنت، بس اديكوت معناها ان هو مش قليل قوي، يعني ما عندوش مشكله في الستروك فوليوم بتاع العيان بتاعه هو. لكن لو عندي عيان تاني عنده لو بلس بريشر، بمعنى ان البلس بريشر اقل من 25% اوف ذا سيستوليك، ده معناها ان هو الستروك فوليوم بتاعه قليل. قليل نتيجه كونتراكتيلتي ميبي، قليل نتيجه هايبوفوليميا ميبي. يبقى دايما بفرق بين this patient have high stroke volume ولا low stroke volume just looking at the pulse pressure. Pulse pressure أكتر من 40 millimeter mercury means it is more or less normal to low to high stroke volume. لو pulse pressure أقل من 25% of the systolic this means they have a low stroke volume. عشان كده دايما عينين ال cardiogenic shock أو obstructive shock دايما تيجي تلاقيهم ضغطهم 90 70 80 60. دايما الفرق بين السيستول والديستول قليل، لانه هو اصلا باي ديفولت دي سبيشال هاف لو كارديك اوتبوت، على عكس العيانين السيبتيك شوك هتلاقي البالس بريشر بتاعهم عالي. اخر بريشر اللي هو طبعا حبيب الملايين السنترال فينوس بريشر، اللي هو البريشر اون ذا رايت اتريوم. واحنا دايما يعني معلومه مهمه قوي يا جماعه، ان النورمال فاليو بتاعتنا تبدا من زيرو. بمعنى ان ممكن البريشر جوه الرايت اتريوم زيرو، ده يبقى نورمال باي ذا واي. يعني مش معنى ان هو زيرو معناها ان هو هايبوفوليميك بيشنت او ان هو محتاج فوليوم او وات ايفر يعني. لكن anyway يعني احنا طبعا لما بنتكلم على المليمتر اوف ميركري، دي معلومه برضه اكيد معروفه ان هي بتساوي 1.36 سنتيمتر فولتر. دايما احنا بنقيس السنترال فينوس بريشر مش بمونيتور، بالنسبه للمانومتر في الاي سي يو بنداه بسنتيمتر ووتر، بس نحوله بالمليمتر ميركري بالايكويشن دي. طيب دايما ده برضه دي حاجه بيزك، ان السنترال فينوس بريشر بتتقاس في الميد اكزري فورث انتركوستال سبيس، وان احنا ممكن نقيس او نحط السنترال لاين ايضا في الانترنال جاجرار او سب كليفيان او الفيمورال. بس كيب ان مايند ان لو اللي عندي نورمال ابدومينال بريشر، الجاجرار فينس بريشر ويل بي ايكوال تو ذا فيمورال فينس بريشر. لكن المشكله فين؟ المشكله لو انا عندي هاي انترا ابدومينال بريشر، ساعتها الجاجرار فينس بريشر داز نوت ايكوال للفيمورال فينس بريشر. دي طبيعي لان الفيمورال فين هنا
بيبقى سبجكتد لي او بيتاثر بيه الابدومينال بريشر مش الثوراسيك بريشر، فساعتها الاثنين مش هيبقوا ايكوال لبعض. المعلومه الثانيه برضو قصه البيب والسي في بي، لو عندي هيلثي لونج ثلث البيب ده ترانسميتد ذا سي في بي، بمعنى لو عندي بيب عين على بيب 10 سنتيمتر ووتر تقريبا ده هيزود السي في بي باي 3 سنتيمتر ووتر. ده الكلام ده فين يا جماعه؟ لو عين فنتليتد وهيلثي لونج. لكن لو عين فنتليتد فور اي ار ديز يو كان نوت اكسبكت هاو ماتش اوف ذا بيب ويل بي ترانسميتد للسنترال فينس بريشر، لان ساعتها اللونج ستيف، فمش كل البيب اللي انا بحطه بيبقى ترانسميتد هوموجينسلي تو ذا فاسكولار سيركيليشن. فعشان دي معلومه برضو دايما بنقابلها في الانتربريتيشن، يقول لك اصل عيان السي في بي بتاعه 10 وهو على بيب 10 يبقى ما اعرفش نخصم 10، كلام كده اللي هو مالوش اي لوجيك. اللوجيك از لو هيلثي لانج بجاست 1 ثيرد اوف ذا بيب ترانسميت للسي في بي، ديزيز لانج وي كان نوت استيميت هاو ماتش اوف ذا بيب اللي انت حضرتك حاطه محطوط بالسي في بي. ففي الاخر انت لو عيان على فنتليتد وعلى هاي بيب خد الـ CVP قراية as it is, don't subtract أو add أي حاجة من الـ deep اللي أنت حضرتك حاطه على العيان. إحنا عندنا طبعًا الـ venous return بيحصل من الـ body كله رايح ناحية الـ right atrium، والجزء ده من الموصل للرايت اتريوم ده الانفيريور فينا كافا. فدايما الانفيريور فينا كافا اللي احنا طبعا هنتكلم عليه كل شويه لو كولابسد معناها ان كميه البلاد اللي واصله للرايت اتريوم قليله، معناها ان السنترال فينس بريشر قليل. فلو اي في سي ايكوال تو ذا لو سي في بي، وديستندد اي في سي معناها كميه البلاد اللي واصله كتيره قوي، فده معناها هاي سي في بي. الحاجة الأخيرة إن اللي بيتحكم في الفينوس ريتيرن يا جماعة حاجة اسمها الستريس فوليوم. إيه الستريس فوليوم؟ البادي ده عبارة عن أو الفينوس سايد ده عبارة عن خزان كبير قوي. الخزان ده جزء منه بس هو اللي بيوصل للهارت، والجزء التاني عامل زي الفينوس بول. الجزء اللي بيوصل للهارت ده تقريبا 30% من الخزان، و 70% من الخزان هو أكت أز خزان، يعني بس بيخزن البلد. وزي ما تشوفين هنا الجزء ده اللي هو الماسوره بادئه فيه، لكن الماسوره ملهاش دعوه خالص بالجزء اللي تحت ده. فالجزء اللي فوق ده اسمه ستريس فوليوم. يبقى ده ليه اسمه ستريس فوليوم؟ لانه هو بيكزرت بريشر على الوول، فعشان كده اسمه ستريس، يتستريس ذا وول. والجزء اللي هو ملوش دعوه خالص بالفينس سيستم اللي رايح للهارت اسمه ان ستريس فوليوم، يعني كل الجزء ده ملوش اي دعوه بالجزء اللي رايح للفينس ريتيرن للهارت. وعلشان الجزء اللي ماشي الجزء ده هو بيتحكم في البريشر اللي طالع من الفينس سيستم رايح للهارت اسمه مين سيستميك بريشر. يبقى المين سيستميك بريشر ده عباره عن ايه؟ هو الدرايفنج بريشر اللي بيروح بيحاول يزق الدم من البوينت دي للبوينت دي. انت عارفين ان الفينس سيستم ما فيش حاجه بتزقه غير ان هو بيروح اجينست جرافيتي، بس عشان يروح اجينست جرافيتي محتاج بريشر جريدينت. فالبريشر جريدينت اللي بيتحكم فيها اللي هو المين سيستميك بريشر اللي هو الدرايفنج بريشر فينس ريتيرن. بس بايولوجيك لو انا عايز ان امشي الجزء ده الدم من البوينت دي للبوينت دي محتاج ان البريشر في الجزء ده يبقى اعلى من البريشر في الجزء ده. طب هو البريشر في الجزء ده اللي هو مين؟ اللي هو رايت اتريال بريشر. يبقى لما نيجي نقول ان الرايت اتريال بريشر ده اوبوزنج بريشر، يعني ايه اوبوزنج بريشر؟ ده بيمنع الفينس ريتيرن، يعني كل ما يزيد الرايت اتريال بريشر يقلل حركه الدم من الجزء ده للجزء ده. فات اندز اب ان الفينس ريتيرن معدلته المين سيستميك بريشر ماينس الرايت اتريال بريشر. طب ده كلام يعني شوية ممكن يبقى غريب للناس، ازاي احنا عايزين نزود البريلود وفي نفس الوقت بنقول ان احنا لما نزود السنترال فينس بريشر هنزود هيقلل الفينس ريتيرن؟ هاو داز ات كم؟ اللوجيك هنا فين؟ ان انا عايز ازود البريلود بس من غير ما يبقى فيه اكسسيف انكريز الرايت اتريال بريشر.
وده ياخدنا للفاكت الشهيره جدا 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 ان هاي سي في بي از انجوريوس اتس نوت بنفيشال. ليه؟ لان كل ما السي في بي ده بيعلى كل ما بيقلل الفينوس ريتيرن ان ذيس دايركشن. انا عايز ازود البريلود بس ات ذا سيم تايم اي هاف تو ميك كيپ ان مايند ان اكسسيف انكريز ان ذا سنترال فينوس بريشر ويل اوبوز ذيس موفمنت فهيقلل البريلود. إز ليه لما بندي فوليوم عشان البلاد بريشر يتحسن؟ ايه الكونسيبت بتاعه؟ الكونسيبت بتاعته ان حضرتك بتدي فوليوم فالخزان اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو بيسموه الستريسد فوليوم هيزيد. فلما ستريسد فوليوم يزيد زي ما احنا شايفين كده هيزود الفينوس ريتيرن هيزود الكاردييك اوتبوت، فلما يزود الكاردييك اوتبوت هيزود المفروض يزود البلاد بريشر. يبقى الفكره كلها من ان احنا جيفينج فوليوم ان احنا نزود المين سيستميك بريشر فنزود الفينوس ريتيرن فنزود الكارديك اوتبوت او نزود الكميه البلاد اللي ايجكتد باي ليفت سايد. لكن لو زودنا الستريسد فوليوم علشان زودنا كده وفي نفس الوقت قاعدين نزود في الرايت اتريال بريشر يعني بريشر السنتري بي بتاعنا عالي قوي فالقصه دي ما بتبقاش افكتيف في الكارديك اوتبوت مش هيزيد لانه الفينوس ريتيرن مش هيتحرك في الدايركشن ده. نفس القصه دلوقتي اكتشفوا ان انا ممكن من غير ما احط فوليوم ان انا جاست اعمل فازو كونستريكشن لان ده احنا قلنا ده خزان بس الخزان ده حجمه بيتغير. فلو انا زودت الفازو كونستريكشن هزود الستريسد فوليوم هيزود الفينوس ريتيرن هيزود الكارديك اوتبوت. وده الكونسيبت بتاع الجاي جديد دلوقتي طالع بومينج ان احنا early vasopressor in patient with shock. ليه؟ جاية من ان early vasopressor مش بس عشان احسن المين arterial pressure ايوة طبعا ده مهم بس علشان احسن venous return فما دي ما احتاجش ادي volume بكمية كبيرة. جات منين؟ جات من ان انا لما ادي vasoconstriction هقلل السايز بتاع البول ده فهزود الستريس فوليوم هزود البريشر هنا فهيرجع البلد بشكل احسن. At the same time لو انا العيان القصه دي بقت فازو دايليتيشن بقى فازو دايليتد لما يحصل فازو دايليتيشن الستريس فوليوم يقل فيقلل الفينوس ريتيرن فيقلل الكارديك اوتبوت. سو فعشان كده يا جماعه الفينوس ريتيرن مش بس بيتحكم فيه فوليوم لا بيحكم فيه الارتي الفينوس تون بتاع البادي. فالدايلاتيشن لازم نفكر فيها is not the body just arterially dilated لا لكن vein برضو بيتأثر بالفازو دايليتورز اللي بتبقى في الجسم نتيجة الشوك وده بيخلي المين سيستميك بريشر قليل فبيخلي الفينوس ريتيرن قليل وده بيخلي الكارديك اوتبوت قليل. Again to summarize انا خلصت كده التيشو اوكسجينيشن it is a broad term بيتحكم فيها balance between the delivery in general والconsumption. The delivery نقسمه حاجتين either macrocirculatory oxygen delivery اللي هو DO2 والperfusion pressure. The perfusion pressure you have to think about it is inflow my pressure minus outflow pressure. واتفقنا الـ inflow pressure والـ outflow pressure. Inflow pressure دايما يبقى mean pressure outflow pressure according to the type of the organ. الأكسجين delivery هو حاصل محصلة الأكسجين content multiplied by the cardiac output. والأكسجين content اللي هو الهيموغلوبين with saturation والcardiac output اللي هو الheart rate multiplied by stroke volume. والstroke volume بتحكم فيه ثلاث حاجات مهمين قوي البريلود والإنوتروبي والأفترلود. And lastly, the pressures, the most important pressures في الجسم, the pulse pressure, اللي هو systolic minus diastolic. Keep in mind, إن pulse pressure أكتر من 40 indicate adequate stroke volume. أقل من 25 من systolic indicate low stroke volume. The diastolic pressure, the marker of the arterial tone. Diastolic أقل من 50 indicate vasodilatation. The perfusion pressure, هو عبارة عن mean arterial blood pressure minus CVP or intra-abdominal pressure. وعلى جنب هنا هنشوف the perfusion pressure of different organs. And lastly, the CVP reflect the cardiac preload. بس keep in mind in the high CVP impair the venous return. عشان the venous return equal in mean systemic pressure minus the right atrial pressure.
أنا هنا خلصت، وثانك يو فور يور يعني listening للمحاضرة، هي طويلة شوية بس I hope إن أنتوا في البوينتس كلها وصلت. شكرا جدا.